السلام عليكم ورحمة الله أخواني حبايبي بالأردن وبالوطن العربي الكبير. هاي عملناها، شفت عملناها قدامكم بالفيديو السابق. هاي من الصبوبة من الجبصين، عشان نعتقها نعملها زي هيك قديمة. عملتها 3 درجات لون. بدي تشوف الفيديو وتتعلم الطريقة عشان تعتقوا أي شيء. الطريقة هاي تزبط لأي شيء، للجبصين، للحجر، للبلاستيك. ضيفوا نفس المواد مجانية إن شاء الله، كلها تطلع عند كل القطعة. شكرا للمتابعة، الله يعطيكم العافية، السلام عليكم.